سلام عليكم حبايب قلبي، تحياتي لكم من وين ما كنتوا. أهلا وسهلا فيكم، بحييكم من قناتي المتواضعة، وبحيي جميع المشاهدين والمشتركين من وين ما كانوا. أهلا وسهلا فيكم حبايب. وأنا حبيت عم صور لكم هلأ لمحة هيك بسيطة عن عندي بهجنيبي، لأنه صار كل الورد تقريبا هلأ بتعرفوا، بما أنه الخريف عم بيموت كله، وعندي هالوردة هاي بقيت مفتحة، حبيت صور لكم هيك بداية الفيديو. واليوم ان شاء الله حنقدم طبق سهل وسريع وبسيط ولذيذ بنفس الوقت، وان شاء الله ما بتكونوا الا مبسوطين. وخليكم معنا بداية حبايب قلبي، اهلا وسهلا فيكم، برحب فيكم من وين ما كنتوا، اهلا وسهلا فيكم حبايبي. بداية هذا الطبق اليوم اللي أنا حاقدمه جدا سهل وسريع التحضير. هلأ عنا نحن، هو اسمه فوليفان، هيدا نحن طبعا بنجيبه نحن هون جاهز، يعني مخبوز 3/4 الخبز تقريبا. هلأ في إله هو حشو، هيدا بينعمل ديسير وبينعمل ديسير وبينعمل مالح، يعني حلو مالح بينعمل. بداية عندي أنا هون دجاج مقطع مكعبات صغيرة، تقريبا هون عندي شي صدر. هلأ بيرجع هيدا كله تقريبا حسب الكمية اللي انت بدك تعمليها، تعملها ست البيت. عندي هون جبنة، شي كوب جبنة، وعندي هون كوب بازيلا وجزر، انا هون سلقتهم تقريبا نص سلقة لانه انا حاطبخهم على الدجاج. وعندي هون البصلة وهيدا الملح وفلفل وبهار ابيض، بس هيدي هي المكونات، ما بدها شي. هلأ وعندي البشاميل، أنا طبخته دجا لأنه كلنا بنعرف كيف هو البشاميل، بس أنا طبخته من شان حتى ما نطول الفيديو، عم حاول أنا قدر الإمكان أنه يكون الفيديو قصير وهادف بنفس الوقت حبايبي. هلأ بداية هلأ نحنا رح نعمل الحشوة مع بعض، خليكن معنا. هلأ حبايبي أنا حطيت بهيدا الكسرولة زيت، وانا هون البصلة هلأ بضيف على الزيت. هلأ بنخلي بس لحتى شوي هيك تذبل دبلان، ما بدنا نحنا نحرقها للبصلة، بدنا ندبلها تقريبا تذبل حبايبي منشان ما نطول الفيديو، خليكن معنا. هلأ حبايبي هيها هاي البصلة تذبلت، بلشت تعطينا هيك شوي لون بسيط. شو بنعمل هلأ نحنا؟ بنحط البهارات اكيد، مثل ما انا سبق وقلت لكم بحب حط البهارات دائما على البصلة. هلأ بنحركها شوي لانه هيك البهارات بتتشرب بالبصلة حبايبي. وهلأ بهالاثناء نحنا بنضيف الدجاج اللي نحنا مقطعينه مكعبات صغيرة. هلأ بنبلش نحركهم طبعا للدجاج، لأنه أنا عم صور بإيد صراحة وعم بشتغل بإيد لوحدي، بس خليني أقلبهم شوي. هلأ بفرجيكم الخطوة الثانية شو رح نعمل. هلأ حبايبي هيها صارت تقريبا اللحمة كلها يعني عشفي حمار يعني باللحمة، بس بنصبر عليها شوي. هون مثل ما سبق قلت لكم انا هون اجا انا عملت البشاميل مشان ما نطول الفيديو، كلنا بنعرف انه كل كباية حليب ملعقة طحين وملعقة زبدة، فانا هون حضرت البشاميل مسبقا. وهلا بنفرجيكم شو حنعمل خطوة كل خطوة بخطوة. هلا حنفرجيكم ان شاء الله شو نعمل. هلا بنضيف الملح، طبعا الملح ما ضفناه بعدنا، ونضيف كوب هيدا البازيلا اللي انا فرجيتكم عليه.
طبق كتير سهل وطيب. وفي شغلة بدي قلكم اياها حبايبي، هيدا الطبق كتير حلو اذا كان ست البيت عندها عزيمة. طبعا هو هيدا الفوليفون، في منه احجام، في منه بيجي صغير ووسط وكبير، فانا صراحة جبته هلا لانه للبيت، جبت الكبير وما لقيت اصلا الحجم الوسط. انا كنت حابة اجيب الحجم الوسط، فالصغير هيك اذا كان عندك عزيمة كبيرة هيك خارج اونتريه، بيقولوا له اونتريه مثلا، كلها هيك بتقدم، بتحطيه بورق المافن وبتقدميه، بتحطيه بتزينيه بالسفرة، كتير كتير حلو وطيب بنفس الوقت، يعني بزين السفرة وطيب بنفس الوقت. فهلا انا اسا بحركن لهودي، وهلا بنفرجيكم الخطوة التانية شو هي. هلا في خطوة مهمة حبايبي بدي اقولكم اياها، ان كان لحمة ولا دجاج بصير يزل هو مي، فنحن بدنا نغليه، نضل نقلب باللحمة او الدجاج. هلا مثلا انا هفضل بقلبهم لحتى تنشف المي، وبكونوا هن بهالاثناء استووا الدجاجات. والا اذا هلا انا بدي اجي احط البشاميل تأمنهم لهيدول، هن بعدهم مش مستويين، فلانه انا شو رح اعمل هلا؟ بس حطهم بالبوليفون احشيهم، حط الجبنة على وجههم، بس بدهم يعني شيء انه بس تدوب الجبنة، هن ديجا مستويين هو يعني، فانا بس شيء انه تدوب الجبنة بدي اقيمهم، يعني اقل يعني شيء 5 دقايق، فانا لازم ستويهم للدجاجات حبايبي. هاي خطوة مهمة انا حبيت بس لكم اياها. هلا بترك انا المي لتنشف لحتى يطلع الزيت، ليبين الزيت، ساعتها بكونوا هن استوى. فانا مشان ما اطول الفيديو حبيت لكم هاي الخطوة بس، وخليكم معي. هلا شفتوا حبايب قلبي، رح فرجيكم ليكم عش في قطر للمي ابدا ابدا، بس يصير يبين الزيت معناتها خلص انه استوى. قديش كان في مي بالاول، هلا ما عش في مي. هلا انا بهالاثناء شو رح اعمل؟ رح احط البشاميل عليهم اللي انا ديجا طابختهم. هلا البشاميل اكيد مطبوخ، وهودي مطبوخين. هلا انا بتركن بس شويه، هلا بقلب فيهم، نقلب فيهم مظبوط لحتى يندمجوا كل الخليط مع بعضه. بهالاثناء شو بنعمل؟ نحنا بنحشي الفوليفون، خليكن معنا. هلا حبايب قلبي انا شو عملت؟ قمت انا هيدا اللي فوق الغطا قمته انا وحطيته على جنب، وهلا من هيدا المزيج بحط بقلب هون، وبعدين بنحط الفرماج على وشه. هي انا رح نجيب نفرجيكم كيف. طبق كتير سهل وطيب، وعلى فكرة بالسفرة كتير حلو. هلا هيك مثلا نحط فيها تقريبا تستوعب لشي ملعقة وشوي اكل. انا بس عم فرجيكم كيف. هلا البقايا انا اسا بعملهم، بس عم فرجيكم كم وحدة كيف. مثلا هيدا عم نحط بهاي كمان، عم بعمل كم وحدة قدامكم انا بس عم بعطيكم كده الفكرة كيف. سهل كتير كتير كتير، وطبق كتير طيب، ما فيني اخبركم قديش طيب. مثل ما قلت لكم اذا كان عندها ست البيت عزيمة، تجيب من الصغار تعملهم. هلا انا طبعا بحط الفرماج على وشها، بدنا نكتر احلى ما تصير تنزل الجبنه، لانه بتعرفوا بس تدخل على الفرن بتصير تسيخ. هاي
هيدا انا حبيت بس اعطيكم فكرة حبايب قلبي، وهلا انا بكملهم اكيد وبشولهم بالفرن، بنفرجيكم ان شاء الله على الشكل النهائي. وبعدين انا بحط هيدا الغطا عليها مثلا هيك، مسكرة. هلا هاي سكرتها وهاي سكرتها وهاي كمان نفس الشيء. هاي نفس الشي حبايبي. هلا انا بكمل البقايا حبايبي وبنفرجيكم ان شاء الله على الشكل النهائي. وهلا حبايب قلبي رجعنا لكم بهيدا الشكل النهائي لهيدا الطبق اللي قدمناه مع بعض نحن وياكم، وان شاء الله ينال اعجابكم، وبتمنى تعطوني رايكم فيه. واهلا وسهلا فيكم، ومثل ما سبق وقلت لكم انا كتير سهل، شفتوا انا قدمت لكم المقادير، يعني ما قدمنا المقادير مع بعض. اذا كانوا موجودين اقل تقريبا من نص ساعة بتكوني انتي مجهزتي، لانه هيدا نحنا بنجيبه دجاج مخبوز وخالص. انا حطيتهم تقريبا 5 دقايق، يعني حميت الفرن وحطيتهم 5 دقايق بالضبط وشلتهم انا من الفرن، ويتقدم على السفرة كتير طيب، وبزين السفرة. اذا كان سبق وقلت لكم عندك عزيمة بتحطيه على السفرة بتقدميه، ببيض الوجه. وإن شاء الله ينال إعجابكم حبايب قلبي. وبآخر الفيديو أنا بقلكم أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تكون هالأطباق اللي أنا عم أقدمها بتنال إعجابكم. وأنا بتشكركم كتير كتير، وبتشكر كل اللي دخلوا لعندي وكل اللي عم يدخلوا جديد لعندي. هايدي القناة قناتكم والبيت بيتكم، وبتمنى من اللي بيدخل لعندي ما ينسيني باللايكات، لانه عم بكون صراحة في تعليقات اكتر عندي، الكومنتات عم تكون اكتر من اللايكات، وعم بكون في مشاهدة كتير كبيرة عالية، بس الظاهر اللي بفوت يمكن بينسى او ما بينتبه بانه يحط اللايك. فبتمنى منكم فضلا وليس امرا بتحطوا لي اللايك حبايب قلبي من ايدكم الحلوة. وان شاء الله بنلتقي مجددا بطبق جديد، واهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا، وحياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.